بقول لك في واحد اسمه فتحي بدور على شغل، راح يشتغل عند واحد في محل مواد بناء. المهم قال له شو بدك شغلك؟ شغله عنده عامل. والله يومين قاعدين باب المحل ولا هم الرئيس البلدية قال نزل وسلم على فتحي تباوص وياه. قال له ايه شو بعرفك فيه يا ابن الحرام انت؟ قال والله صاحبي من زمان. قال صاحب المحل هذا مبين عليه له شأن عظيم، كام جوزه بنته. والله يومين ثلاث قاعدين باب هالمحل يا عبد المجيد، بمر وزير بصف السيارة وبنزل. ايه هذا فتحي بنزل بتباوسه وياه. قال له ولك يا ابن الحرام من وين بتعرف انتو هذا الوزير؟ قال له والله صاحبي من زمان. قال مبين عليه هذا فتحي ابدا يم جيب البر، كم جوزوا بنته وسلموا ادارة المحل كلياتها. المهم قاعدين ثلاث اربعة ايام باب المحل بشربوا شاي. قال بقول له والله يا عمي بدي صارحك بهالشغلة بس بجوز ما صدقني. قال له لا احكي يا فتحي. قال له بتعرف انه اوباما صاحبي؟ قال له خريتها خرا. قال له يا سيدي فيز وانا بطلع انا وياك على امريكا وبثبت لك هذا الكلام. فعلا فيز وسافروا على امريكا. لما وصلوا عند البيت الابيض قال له بس بقدرش افوتك معي، انت بتضلك برا، شايف الشباك هذاك؟ هسه بفتح بتلاقيني واقف انا واوباما. والله فات فتحي هالامريكان رايحين جايين وعم واقف بستنى، فتح الشباك ولا فتحي واقف هو اوباما. شوي عمه اغمى عليه وغيب، طلع يرمح فتحي. دير كلوني دير عطل هات بصل صحوه. قال له ول كل هذا عشان شفتني انا واوباما؟ قال له لا والله مش هذا السبب. كان مرك واثنين امريكان بيسالوني بكرولي انا اللي واقف مع فتحي.